السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن. نعم. يقول: امرأة جاءها الطلق ولم تلد حتى الآن، ويخرج منها سوائل ذات كدرة، فهل تترك لها الصلاة أم لا؟ ذكر الفقهاء أن ما تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين أنه من النفاس، يوم أو يومين. أما إذا طال هذا فلا، ليس من النفاس، وعليها أن تراجع الأطباء، عليها أن تراجع الأطباء ولا تبقى في هذه الحالة. نعم، اليوم الحمد لله يسر الله الطب والعلاج، والأطباء الحاذقين، طبيبات الحاذقات. نعم.